اليوم راح احكي لكم عن هوايتي المفضله. بسطيه ثلاثه تعافيس حود. اول شيء لقيته اليوم هاي الاله. قسام بس قل لي هاي شنو اسم هاللعبه؟ وشلون تبدي؟ منين تنتهي؟ صراحه ما اعرف. لك دوختني. كل شيء ممكن اشتري من الباله، بس اكيد مو خاولي. ولقينا هنا كره البولينج. يا اباك رقيه، بس شلون تلزم؟ ها كم كيلو هاي؟ ذنيته مال بولينج، ذني مال شنو؟ ها هاي مال اولمبياد؟ هاي يمكن اهل الرياضيات، ما اعرف شلون عندهم معادله يحسبون الارقام عن طريق هاي الاله. ظلينا نبحوش بالكرتون ولقينا مجسمات لهواي شخصيات. عمار تذكر هذا وين؟ اتحداك. لا ما شايفك ابد. افلام كرتون قديم. بس ليش قايم والزوليه بالنبي؟ لك مو زوليه، ما راح اقول لك وين، هم راح يقولوا لك وين. وانصح كلش هاي السياره تتزن بالدايت. ولقيت هاي الكاميرا اللي ما تتخيلون حجمها ووزنها، بس طلعت تشتغل. لا والوضوح مالتها حلو يعني. اوقف سي، خلي اخذ لك صوره. اوقف نبا وزنها خفيف، ما توقعت انا، عبالي بس بلاستيك. طلعت لا تشتغل. الاعدادات مالتها منها، وهذا الرام مالتها تخلي لها رام ومنها الشحن. يا اخي خرافيه هاي، عجبتني كلش، اخذتها. وهاي المكبره اتوقع اكثر شيء تفيد مصلحين الساعات. شكل البيوت القطريه، بيت التراثي. اي بيت التراثي القطري، بس بيها هاي يمكن اضويه تشتغل شيء ساعه. ساعه؟ اي حلو. شك لون ببالك للسير ما الساعه راح تلقاه هنا. هاي شنو هاي؟ مال المسدس؟ بس هاي قويه هاي. ولقينا هنا اغرب ساعتين. يعني هاي اذا عمار يروح لغادة. اي مسافر؟ معقوله؟ اي حلو. ايش قد المدى مالتن؟ الو عمار؟ الو ها حمودي اسمعك. وين؟ اني واقف لا اكل ولا اشرب. لك شنو هذا؟ سونار؟ شنو الوضع؟ هذا اللاكن. وهاي شنو هاي؟ طلعي، هاي شنو هاي؟ والله ما اعرف. اي هاي انا اللي ادور عليها. لا بس اليوم الا نعرف شنو هاي. فتحتها حتى نعرف شنو هاي وشنو فائدتها. لا يعطيك حاجه مجسمه واصلين مال بار عادي. شنو هاي؟ ريحتها غريبه. لا اليوم ما راح نعرفها. رجعها احسن. سرمد تتذكر اسمها لو لا؟ اي هاي فراره. فراره؟ شلون تشتغل؟ هاي هيك. لا انت لازم تركض بيها. لا مو تركض بيها. اي. وياما اكثر الشغلات اللي ما نعرف شلون شغلها هنا. وهنا المصمم مختصر الموضوع، هو بطل وهو كلاس. تدرون هاي الجذريه لمن تفيد؟ ابو المندي. صدق قولوا لي منو بيكم يتابع كرة السلة؟ قاعد غص. هذا تغص هيجي؟ بس تحط صبعك بعد كذا. صدق والله. بس هاي خطية عينها شوية مضروبة. بس حلوة. تتربى بعزك حبيبي.